الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وتبصرة للمتقين وتذكرة للعالمين ليتدبروا آياته. نحمده سبحانه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الإخوة ونفسي بتقوى الله تعالى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، لقد أرسل الله تعالى رسلا وأنبياء هداة للبشرية، وأيدهم بكلامه في الكتب السماوية، وهذه الكتب كانت لأقوامهم مشاعل نور وأقمار هداية. وأبرز هذه الكتب وأجمعها هو القرآن الكريم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والقرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الله تعالى على وحيه جبريل عليه السلام، المتعبد بتلاوته، المعجز بلفظه. ولعظمة القرآن الكريم وعلو مكانته وقدسيته، فقد حفظ الله تعالى القرآن في اللوح المحفوظ. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثم نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان ذلك في ليلة مباركة من شهر رمضان، إنها ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد وصفها الله تعالى بالليلة المباركة فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ثم نزل بعد ذلك مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد سمي القرآن قرآنا لأنه جمعت السور فيه بعضها إلى بعض. قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أي نجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا. وقد سمى الله تعالى القرآن الكريم بأسماء عديدة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ومن أبرزها الفرقان والنور المبين والذكر الحكيم والكتاب المبين والصراط المستقيم وأحسن الحديث والفصل والقيم. وقد نزل القرآن الكريم مفرقا في 23 سنة، ولم ينزل جملة واحدة،
وكان ذلك لحكمة بالغة يريدها الله تعالى، وهي تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد الله تعالى له بتكرار نزول الوحي. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومن الحكمة أيضا مراعاة الوقائع والأحداث، فقد كان ينزل الوحي بالقرآن عند كل حادثة يراد معالجتها أو توجيه للناس فيها كيفما يريد الله تعالى. وقد قسم العلماء آيات القرآن الكريم إلى مكية ومدنية، فالمكية هي ما نزل بمكة أو ما كانت خطابا لهم. ومن سمات الآيات المكية عنايتها بالإيمان بالله تعالى ووجوده وقدرته وآياته في الكون، والإيمان باليوم الآخر وما فيه من الأحداث. وبعد أن تمكن من غرس الإيمان في قلوبهم وبناء الشخصية الإيمانية، نزلت آيات أخرى في المدينة تتحدث عن الأحكام والتشريعات والحقوق والواجبات، حتى بلغ عدد ما نزل من السور 14 سورة. وفي القرآن من الآيات ما هو ناسخ ومنسوخ، والنسخ هو إزالة حكم سابق بحكم جديد تخفيفاً على الناس ومراعاةً لهم. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. عباد الله، والقرآن الكريم كتاب الله تعالى الخالد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد تكفل الله تعالى بحفظه، فهو المعجزة المتجددة المحفوظ من النقص أو الزيادة أو التحريف أو التصحيف. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن عناية الله تعالى بالقرآن الكريم وحفظه له أن ألهم الصحابة رضوان الله عليهم فكرة جمع القرآن الكريم وتدوينه، فجمعوه من الصدور ووثقوه في الصقور، فجمعوا القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق في كتاب واحد توثيقاً له وخوفاً عليه من الضياع، بعد أن كان مكتوباً في بعض الصحف وعلى رقاع الجلد وجريد النخل وغيرها. وفي عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه أشار بعض الصحابة بكتابة القرآن الكريم في مصحف واحد، ثم توالت جهود العلماء والمسلمين في خدمة القرآن الكريم، وانبروا يتنافسون فيها تعليماً وتعلماً وتفسيراً وطباعة ونشراً وحفظاً، حتى نال كتاب الله تعالى حظاً وافراً من العناية والرعاية. فالقرآن الكريم على تعاقب الزمان هو المداد لحياتنا والمعين الذي يستمد منه المسلم زاده وقوته، فمنه تستلهم المعاني العظيمة لحياتنا، ومنه توجيهاته نسترشد الفكر القويم، ومن أوامره ونواهيه نحل ما أحل الله تعالى ونحرم ما حرم، ومنه يعرف الآباء ما عليهم من واجبات ويجتهد الأبناء في تطبيق ما عليهم، ومن تعاليمه يستمد المسلم حسن التخلق في التعامل مع الآخرين، ومن هديه يترفق الراعي برعيته وبأمره تسعى الرعية في طاعة الحاكم. أيها المسلمون، ومن فضل الله تبارك وتعالى أن بات القرآن الكريم ميسراً على الناس. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فها هو اليوم مطبوع بأحجام مختلفة
وميسر للمطالعة على الأجهزة الإلكترونية المحمولة، فصار لزاما على المسلم أن يتعاهد القرآن الكريم بالقراءة والحفظ، ومن قرأه لزمه التدبر في آياته. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن حفظ شيئا من القرآن الكريم لزمه أن يتعاهده بالمراجعة، لأن القرآن الكريم يتفلت. قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وقد هيأت الحكومة كل الوسائل التي من شأنها خدمة القرآن الكريم منذ عهد المغفور له الشيخ زايد رحمه الله تعالى، الذي أسس مشروع الشيخ زايد لحفظ القرآن الكريم، وها هي الجهود مستمرة لطباعة المصاحف وتوزيعها وإنشاء مراكز ومعاهد تحفيظ القرآن الكريم في أنحاء الدولة، الذي يدرس فيها الصغار والكبار، الذكور والإناث، والتي خرجت بفضل الله تعالى أعداداً كبيرة من حفظة القرآن الكريم. اللهم ارزقنا فهم القرآن، وأعنا على تدبر آياته والتفكر فيه آناء الليل وأطراف النهار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وعلى كل من سار على نهجه ونسج على منواله إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، اعلموا أن السابقين قد بذلوا الكثير في خدمة كتاب الله تعالى، وعلينا أن نسعى سعياً حثيثاً لنلحق بركبهم. ويتطلب هذا منا أن نتعلم كتاب الله تعالى ونحفظه ونقرأه ونتدبره ونعمل بما فيه ونعلمه أولادنا ليحفظوه ويفهموه فهماً صحيحاً حتى يعملوا بما فيه، وأن نبذل الجهود لنشره والتعريف به. فمن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أبناء المسلمين من حملة القرآن الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء همومنا، وذهاب أحزاننا. اللهم اجعله قائدنا إلى الجنة، ولا تجعله يا ربنا سائقنا إلى النار. اللهم اجعله حجَّةً لنا لا حجَّةً علينا. اللهم نوِّر بالقرآن قلوبنا، ونوِّر بالقرآن عقولنا، ونوِّر بالقرآن بيوتنا، ونوِّر بالقرآن قبورنا. اللهم شفِّع فينا القرآن، اللهم شفِّع فينا القرآن، اللهم ذكِّرنا من القرآن ما نسينا، وعلِّمنا منه ما جهلنا، وارزُقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم حكِّم فينا القرآن، اللهم حكِّم فينا القرآن، اللهم حكِّم فينا القرآن، اللهم ارزُقنا أخلاق القرآن. اللهم لا تفرِّق جمعنا هذا إلا بذنبٍ مغفور، وسعيٍ مشكور، وتجارةٍ لن تبور، إنك أنت العزيز الغفور. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبًا إلا غفرته، ولا همَّا إلا فرَّجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مُبتلًا إلا عافيته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا طالب علم إلا وفقته.
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.